السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي وقناتكم قناة إبل العرب. إذا كنت أول مرة عم بتشاهد الفيديو ما تنساش إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتوصل بكل جديد وتدعمنا بزر اللايك. في هذا الفيديو حرد على الكويتي يلي صفع الشاب المصري، يعني في اليومين دول في هيدا اليومين انتشر مقطع فيديو لشاب مصري بيشتغل بسوبر ماركت، دخل عليه رجال ومرته يعني في الكويت. طبعا كل احتراماتي لأهل الكويت، بس في كل بلد في ناس منيحة وناس مو منيحة، بس هيدي تالت مرة الكويت بتغلط بحق مصر، وهيدي أنا تحياتي من الجزائر لأرض مصر، لأرض الكنانة، أرض الأديان، بوجه لهم تحية كتير كبيرة، ونوجه تحية أيضا للكويت، لأنه في كل بلد في شيء حلو وفي شيء مو حلو، معلش، بس هيدي المرة تالت مرة يعني، الأولى قالوا معلش، الثانية قالوا معلش، الثالثة تبتها، الثالثة تبتها يا عم، أوكي؟ لك إحنا دول عربية، لك كل الناس عم تصرخ الوحدة الوطنية، الوحدة العربية، الوحدة العربية، فين أنتو؟ لك ده زي ابنك. اوكي حنحكي لكم يعني شوية لانه ما بقدرش احط شو يسموه المقطع. في المقطع في شاب مصري بيشتغل بالسوبر ماركت، يعني هو قابض بتعطي له السلع، بيعمل لك الحساب وتدفع له، يعني زي ما بنعرف قاطع المصاري او ما بعرف شو بتسموه يلي بيشتغل بالسوبر ماركت طبعا، وما بعرف شو نشا بين دودا يعني بين هيدا الرجال الكويتي وهيدا الشاب المصري. بعدين بلش الرجل الكويتي يعني باين كبير بالعمر، يعني قد ابوه شي 60 سنة او 55 سنة او اكتر، بلش يضربه، يعني ضربه اول صفعة سكت له الشاب، تاني صفعة سكت له الشاب، تالت صفعة سكت له الشاب، ومرت الرجال يعني كانت بتمنع زوجها انه يضربه. اكيد احنا شفنا بس الضرب صفعة، اكيد هو تلقى اهانة وشتيمة وكذا وكذا. بعدين الشاب بدأ يدافع على حاله، لما اجوا للفيديو جارد بدأ هو كمان بيحدث، يعني احنا ما سمعنا الحديث اللي كان بيناتهم لانه كاميرات المراقبة دوما بتخفي الحديث. ما بنعرف ايضا اذا كانت المقطع منتشر من كاميرات المراقبة او حدا تاني هناك كان عم يصور، المهم يعني الصوت ما كان واضح، ما عم نسمع شو عم بيصير. المهم احنا ما بيهمنا شو صار او شو المناوشة واذا كان الشاب غلطان او مش غلطان، هو اول شيء غريب ببلدك وهو شغال بعرق جبينه وبشرفه وبذراعه، انت مين انت لحتى تهينه؟ يعني من انتو؟ هذيك الفنانة شاهدة وفهدة ما بعرف شو اسمها قالت لهم اجمعوا العمالة المصرية ورموهم بالجبل بسبب الفيروس، من انت ليرموهم بالجبل؟ ليرموكي انت يا وش النحس. بعدين فهد الشمري دي يلي ما بتخجل حالة ونسيت ماضية الاسود وفيديوهات السودة واجت لتحكي على الشغالة المصريين، هن شغالين بعرق جبينهم ومشغلين بذراعهم، يعني هن مش جايين يشحتوا عندك، اوكي؟ هن شغالين مش شحاتين، اوكي؟ وتالت شي هيدا، والناس بتقول الثالثة ثابتة، يعني انتو اكيد بالمشرق حتفهموا شو معناتها الثالثة ثابتة. ليه كده؟ ليه دول المصريين اطيب ناس؟ الناس بتقول يعني تعرف فلان؟ اه اعرفه. طب عاشرته؟ لا ما عاشرتوش. طب ما تعرفوش؟ بس انا عاشرت ناس مصريين، بس انا عاشرتهم وعرفتهم. يعني شفنا اكيد الجزائر كان لها خناقات مع الشعب المصري، بس كده كده بيضل شعب اخوي، يعني دوما مهما الخلاف لا يفسد بيقولوا الخلاف لا يفسد للقد للود قضية، بظن هيك بيقولوا. لك احنا بنضل عرب، بنضل مسلمين، مو ضربته اول مرة من حقك، قولوا من حقك وبس، لانه في نرفزة وفي، بس ثالث مرة ليه؟ ثالث مرة ليه؟ من انت والكلام يعني، وانت كنت بتحاول انه تزيد تضربه لولا الفاديجارد يلي اجوا طلعوك لبرا، يعني ما بتستحي على حالك. انا بتمنى هيدا الفيديو يوصل للشخص نفسه مش لكل الناس، بس هيدي هي السوشيال ميديا، يعني اكيد الفيديو هلا حيوصل لناس شكلها غريبة عجيبة وكل واحد تعليقه شكله. بس اكيد تحياتي لارض مصر، بقول لكم وللشاب يلي كان بيشتغل، انزل لبلدك،
انزل لبلدك، انا بقول لكل مغترب في بلد تاني، انزل لبلدك تاكل زي ما قالت واحده مصريه وجهت لك نداء، تاكل جنيه ببلدك افضل من انك تاكل جنيه هناك. على الاقل الجنيه يلي حتاكله ببلدك هيكون بعز وكرامه بين اهلك وناسك واخوانك وامك وابوك، افضل ما تاكل هناك عشره بمهاني بمذله وسط ناس غرباء. هيدا الشيء للأسف الوقت اللي يلي وصلنا له صرنا مش عارف مش مسلمين، ما بعرف شو في نسمي روحنا، وهيدا الشيء بينطبق على كل الدول العربية سواء بالمغرب سواء بالمشرق، يعني حنا نفس المونتاليتي صراحة. يعني عشرت كذا دولة فيهم ناس مليحة وناس قبيحة، بس بتمنى انكم تتهدنوا لك دول الناس الشغاله، سواء جزائري بيشتغل بمكان تاني او مغربي او 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 او, أو اي حدا تاني بيشتغلوا بعرق جبينهم وبذراعهم وبكرامتهم. وهيدا هو الشيء بتمنى من الشاب المصري، انه ما تزعل حالك، معلش دول الناس خرفانه، دول الناس ما عندهمش كرامه، ما عندهمش عزه نفس، معلش سيبك منهم وان شاء الله يا رب الله حياخذ لك حقك، إذا ما أخذتش حقك بالدنيا حتاخذه بالآخرة، والله ما يضيعش حق حدا، وربنا ييسر أمورك ويوفقك. وتحياتي لكل أهل مصر وأهل الكويت وكل الأمة العربية. في آخر الفيديو بشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تتوصلوا بكل جديد، وتدعمونا بزر اللايك وتعليقاتكم الحلوة، وتعطونا رأيكم بالموضوع عبر ميزة التعليقات.